المستشار النمساوي يعمل على سياسة اللجوء صفر من خلال تقييد لم الشمل. حكومة فورالبرغ ترفض بطاقة الدفع لطالبي اللجوء وتفضل المساعدات العينية. تقرير أوروبي ينتقد ممارسات الحبس الاحتياطي في النمسا على الأجانب. البرلمان النمساوي يدعو لمكافحة الجريمة المنظمة بين اللاجئين الأوكرانيين. النمسا تقدم تسهيلات للاعتراف بشهادات الأطباء والممرضين الأجانب. 11 دولة أوروبية تقاضي فيسبوك بسبب الذكاء الاصطناعي. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد المستشار النمساوي كارل نياهما أن انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الأحد المقبل تمثل فرصة هامة للمشاركة السياسية لكل مواطن في الاتحاد الأوروبي. وأوضح نياهما أن برلمان الاتحاد الأوروبي يتمتع بسلطة كبيرة على المفوضية الأوروبية، مشيرا إلى هيمنة التيار اليساري حاليا وضرورة تمثيل عادل لكل الأطياف السياسية. وأعرب نياهما عن قلقه من تزايد أعمال العنف والشغب في أوروبا، مؤكدا أن العنف يهدد الديمقراطية ويجب منح السلطات الأمنية الأدوات اللازمة لحماية المجتمع. وأوضح أن تشديد إجراءات لم الشمل أدى إلى انخفاض في الهجرة. رفضت حكومة فورالبرغ إدخال بطاقة دفع لطالبي اللجوء بعد اقتراح وزير الداخلية النمساوي، وبدلا من ذلك تفضل فورالبرغ تقديم المساعدات العينية بدلا من النقود. وصرح كريستيان غانتنر مستشار المقاطعة عن حزب الشعب أن المساعدات العينية كبديل أكثر فعالية. يذكر أن النمسا السفلى بدأت اختبار بطاقات الدفع لطالبي اللجوء، ويشمل اقتراح وزارة الداخلية حصول كل طالب لجوء يبلغ من العمر 14 عاما أو أكثر على بطاقة شخصية تجمع فيها مخصصات الرعاية الأساسية، وتتحمل الحكومة الفيدرالية تكاليف التخطيط والإسناد، فيما يبقى القرار لحكومة كل مقاطعة. أصدر معهد لودفيغ بولتسمان للبحوث الاجتماعية تقريراً ينتقد ممارسات فرض الحبس الاحتياطي في النمسا، مشيراً إلى وجود ثغرات قانونية تؤدي إلى تحيز ضد المشتبه بهم من ذوي الجنسية الأجنبية. واستند التقرير إلى دراسة بحثية بعنوان مخاطر الهروب شملت 5 دول في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك النمسا، واعتمدت على تحليل 100 ملف قضائي من 7 مقاطعات نمساوية وإجراء مقابلات مع خبراء في القانون الجنائي. وكشف التقرير عن تحيز واضح ضد المشتبه بهم من ذوي الجنسية الأجنبية، حيث تم فرض الحبس الاحتياطي في 39 حالة من أصل 100 بناء على مخاطر الهروب دون أدلة ملموسة. حذر تقرير حكومي ناقشه البرلمان النمساوي من ازدياد مخاطر الجريمة المنظمة المرتبطة بأفراد من أوكرانيا، معزيا ذلك إلى تعطيل عمليات تسليم المدانين بسبب الحرب. وأوضح التقرير أن مجموعات من المجرمين الأوكرانيين تستغل الوضع القانوني في النمسا ودول أوروبية أخرى لارتكاب جرائم مثل غسيل الأموال والمخدرات والابتزاز وتهريب الأسلحة. وأكد نيكوريف مدير مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في النمسا تورط أفراد من أوكرانيا في أنشطة إجرامية منظمة، مشيرا إلى وجود 10,000 من اللاجئين الأوكرانيين في النمسا بعضهم مطلوب. أعلنت الحكومة النمساوية عن خطة لإنشاء مركز متخصص لتبسيط وتسريع عمليات الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية لمعالجة نقص الكوادر في مجال الرعاية الصحية. وتهدف المبادرة إلى تسهيل دخول الكوادر الطبية الأجنبية إلى سوق العمل النمساوي من خلال تبسيط إجراءات الاعتراف بشهاداتهم وخبراتهم. وتشمل الخطة إنشاء مركز متخصص على المستوى الوطني ليكون نقطة اتصال واحدة للتعامل مع طلبات الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وتقديم الاستشارات للكوادر الطبية والتمريضية الأجنبية. تواجه شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام شكاوى في 11 دولة أوروبية بسبب خطة لاستغلال البيانات الشخصية لمستخدميها بشكل غير قانوني في برنامج للذكاء الاصطناعي.
وأفاد المركز الأوروبي للحقوق الرقمية نويب مقره فيينا بأن المركز طلب من السلطات التدخل بشكل عاجل لمنع تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة المقرر تطبيقها في 26 من يونيو الجاري. وأوضح المركز أن ميتا ترغب في الاستيلاء على جميع بيانات المستخدمين منذ عام 2007 لاستخدامها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وطلبت نويب بإجراءات عاجلة لمواجهة هذه التغييرات. كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم، لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.